إذن دونالد ترامب هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، والأنظار الآن عادت لتتوجه نحو الخطة الاقتصادية خصوصا لدونالد ترامب. فما هي تفاصيل هذه الخطة؟ هذا عرض موجز عن هذا البرنامج، والبداية أولا مع الضرائب، حيث يقترح دونالد ترامب تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، وأيضا تخفيض شرائح الضرائب من 7 شرائح إلى 3 شرائح، وذلك لتشمل ولتركز أكثر على الطبقة العاملة في الولايات المتحدة وأيضا الأفراد ذوي الدخل المحدود نوعا ما، وتخفيض سقف معدل الضرائب من 38 إلى 15%، مع العلم أن المعمول به اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هو بحدود فعلا 15%، وذلك لأن معظم الشركات تجد طرق محاسبية لتفادي دفع الضرائب. البرنامج الضريبي أو الخطة الضريبية لدونالد ترامب سوف تقوم برفع دخل الطبقة الفقيرة في المجتمع الأمريكي بحدود 1.9%، بينما ترفع دخل الطبقة الغنية جدا في المجتمع الأمريكي بحدود 10%. إذن هذه الخطة تعتمد بشكل أكبر على ذوي الدخل الكبير. إذن ما هي التفاصيل عن برنامج أو القطاع الصحي؟ شركات سيسمح لشركات التأمين بالعمل خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سوف يقوم بعمل تخفيضات ضريبية على دفعات لشراء التأمين، وسيسمح بشراء الأدوية من خارج الولايات المتحدة. هذه الخطة نفسها تم عرضها سابقا من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وتم رفضها من الكونغرس، مما يترك مجال ضيق جدا لدونالد ترامب للعمل أيضا بالاتفاق عن الاتفاقيات التجارية، وهذه التي أثارت الجدل بشكل كبير. يريد التفاوض بشكل أفضل على جميع الاتفاقيات التجارية وخصوصا نافتا والترانس باسيفيك، وذلك لأن حسب تصريحات من دونالد ترامب فإن هذه الاتفاقيات أدت إلى تقليص عدد الوظائف الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أيضا يريد وضع تعرفة جمركية على جميع المستوردات المكسيكية بحدود 35%. قيمة المستوردات المكسيكية للولايات المتحدة الأمريكية تصل قيمتها إلى تقريبا 294 مليار دولار، وبالتالي فإن وضع هذه التعرفة الجمركية سوف يرفع من أسعار هذه البضائع بشكل كبير. إذن بالنسبة لقطاع العمل، وهذا ما يركز عليه الأمريكيون بشكل كبير، إضافة وظائف جديدة، وذلك عن طريق مشاريع بنى تحتية أكثر، وإلغاء التوظيف من خارج الولايات المتحدة أو ما يعرف بالأوتسورسينج، وذلك ليركز على القطاع المحلي والتوظيف من داخل الولايات المتحدة، والإبقاء على المعدلات الدنيا للأجور والتي هي بحدود 7 دولارات، علما أن بعض الولايات الأمريكية قامت برفع هذه المستويات، وذلك بسبب غلاء المعيشة.